السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناه لايف سلوى النور. النهارده هنزين الدفاتر من الداخل، معانا فكرتين ان شاء الله يعجبكم، ويلا بينا نبدا ونشوف اول فكره. هنسطر هنا بالشكل ده، هاخد نص دائرة وبعدين هاخد نص دائرة أكبر كده بالشكل ده، وهنا هرسم فروع بالشكل ده. بالشكل ده هنرسم كمان واحدة من فوق. هنبتدي نلون، نعمل هنا دوائر كده. بعدين هلون الفروع هنا، فرع هلونه بلون أزرق والفرع التاني بلون بمبة أو الزهري. شكلها لطيف جدا وسهلة خالص. زي ما انتم شايفين اهو، التانية هلونها بلون البمبة. زي ما انتم شايفين اهو طلع شكلها جميل جدا. ودلوقتي هنسطر بالشكل ده. دي كانت أول فكرة. هنشوف الفكرة الثانية، هنعمل دوائر. بالأول هنعمل دائرة كبيرة كده وهنصغرها بعدين كده. هقلب الناحية التانية برضو. بعد كده هسطر
بالشكل ده. هبدأ ألون الدوائر دي. زي ما انتوا شايفين كده احنا لونا الأربع الزوايا كده. هبقى أسطر تاني كده على نص الدفتر، وهسيب مساحة كده عشان اعمل دوائر تاني. هرسم هنا دائرة كبيرة وأصغر، أصغر كده، ومن الناحية دي. هلونهم الألوان طبعا حسب اختيارك انتي. وده شكلها النهائي، شكلها لطيف جدا. ده كان معانا اول شكل، وده الشكل التاني. اتمنى يكون عجبكم وكان سهل عليكم، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. واذا اول مره بتتابعونا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه، واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.